بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هتكون محاضرتنا لمراجعة ما تم دراسته لحد امتحان الميدتيرم، وهنبدأ إن شاء الله بالمراجعة مما انتهينا به من الهيليكوباكتر بايلوري. الهيليكوباكتر بايلوري بعض المعلومات الأساسية المهمة إنها كلاس 1 كارسينوجين، رقم 2 هي المسبب الأساسي والرئيس للبيبتيك والجاستريك ألسرز. البكتيريا لها صفتان رئيسيتان بتأهلها إنها تعمل باثوجينيسيس في هذا المكان اللي هو غير محبب لكل الميكروبات الأخرى، لأنه بيحتوي على بي اتش منخفض جدا الأسيد، تمتلك مقدرة على إنتاج كمية كبيرة من اليورياز إنزيم، وهذا بيأهلها إنها تحول اليوريا لأمونيا والأمونيا الكلاين، وبالتالي بيعمل نيوتراليزيشن في الأسيد. رقم 2 شكلها لولبي، بيساعدها على الحركة وبيساعدها على البينتريشن على الاختراق، واذا اخترقت جدار المعدة انتهى الموضوع، بطل في موضوع البي اتش له اي اهمية. من النقاط اللي مهمة جدا ركزنا عليها في الهيليكوباكتر بايلوري عملية الايزوليشن والايدنتيفيكيشن للبكتيريا، لكن ركزنا على التقنيات الاخرى للدياجنوسيس زي مثلا الانفيسيف والنون انفيسيف تكنيكس. واذكركم بالانفيسيف انه احنا اخذنا بيوبسي، في البيوبسي اخذنا عملنا كلتشر، عملنا ستيننج، عملنا بي سي ار، عملنا فيش، وفي السيرولوجي من البلد لما اخذنا بلد كعينه في الانفيسيف عملنا اي جي ام واي جي جي واي جي اي ايضا. وفي النون انفيسيف تحدثنا عن حاله اسمها يوريا بريث تيست اذا بتذكروا، الفحص اللي بتناول فيه راديو اكتيف كربون يوريا، وتحدثنا ايضا عن نون انفيسيف تيست ثاني اللي هو الستول تيست، وعملنا ديدكشن للانتيجينات للاتش بايلوري من الستول. يبقى الهيليكوباكتر بايلوري بنقدر نقول انه المعلومات الاساسيه اللي فيها هو الباثوجينيسيس تبعها، الكلتشر حكينا انه الكلتشر تشبه الى حد كبير الكامبيلوباكتر بانه بحتاجه الى مايكرو ايروفيليك انفايرمنت، وبنقدر ننميها على الكامبي باب اجار اللي هو الكامبيلوباكتر بلاد اجار بليتس، تمام، اللي بتحتوي على بلاد اجار زائد انتي بايوتكس سكيرو اجار او كامبي باب اجار. فينا الكامبيلوباكتر، والكامبيلوباكتر ذكرنا تو سبيسيز مهمين جدا، الكامبيلوباكتر جيجوني والكامبيلوباكتر انتستيناليس. كامبيلوباكتر انتستينالس وجيجيني قلنا بسبب مجموعة أمراض، ومناعتنا بتزداد بالعمر، قلنا الانفانتس أو النيونيتس بيصابوا بمينينجيتس أن مينينجو انسيفالايتس، للتشيلدرن سيبتسيميا، الأدلتس غالبا اميونايز ما بينصابوا، لكن إذا كانوا هم اميونو كومبرومايز قد يحدث عندهم ديسيمينيتد انفكشن، يعني لما يكونوا اميونو كومبرومايز ممكن يصير فيهن ديسيمينيتد انفكشن، لكن في النورمال أدلت غالبا ما فيش انفكشن. كامبيلوباكتر احد النقاط المهمه جدا جدا فيها كان عمليه الايزوليشن، وذكرنا تو تكنيكس، ذكرنا فلتريشن سيلكتيف ميديوم. الفلتريشن بدنا نكون عارفين انه في كومبارتمنت فيها ثلاث فلاتر على الاقل 8 1.2 و0.65، اذا 8 25 هو القطر الاولاني اللي بنتكلم عن الممبرينز الاساسيه 8 1.2 وبعدين 0.65. هذا بيضمن بيحرز كل الميكروبات ما عدا الكامبيلوباكتر، وقلنا ممكن يكون يطلع معها مايكوبلازما، لكن المايكوبلازما سلو جروينج بكتيريا وبالتالي بنقدر نميزها بسهوله. في المقابل تكلمنا عن سيلكتيف ميديا، قلنا سيلكتيف ميديا عباره عن بلاد اجار او تشوكلت اجار مضاف له بعض الانتيبيوتيك زي مثلا خلطات اللي هي سكيرو وبوتزلر والكامبي باب. لكن كانت في نقطة كتير مهمة ركزنا عليها، قلنا how to compare between filtration technique and selective media، واتفقنا يمكن في المحاضرة يومها على انه ثلاث نقاط رئيسية. رقم واحد انه في الفلتريشن تكنيك كل النون كامبيلوباكتر will be retained by the filter. You don't have to worry about the decay of antibiotics. الميديا اللي بتستخدمها جنرال وبالتالي هتنمي كل من الجيجوني والانتستينالس، بينما السيلكتيف ميديا كل ما ذكرناه من مزايا هناك كانت ايه عيوب. طب ايش في مزايا للسيلكتيف؟ لانه انا قلت لكم على الرغم من هذه المزايا السيلكتيف
هي الأكثر شيوعا في العالم من الفلتريشن. حتى عندنا في فلسطين، في فلسطين بيستخدموا السيلكتيف ميديا، بيستخدموش الفلتريشن. إذا ما الفلتريشن is more expensive, time consuming، تأخذ وقت طويل، بينما السيلكتيف ميديا بتأخذ الميديا وبتزرعها مباشرة على الميديا. إذا زي ما في مزايا للفلتريشن أيضا في مزايا للسيلكتيف ميديا. إيش الدراج أوف تشويس للكامبيلوباكتر؟ إريثرومايسين. نرجع برجوع للفيبريو كوليرا. الفيبريو كوليرا قلنا بتسبب ديزيز معروف ومشهور جدا اسمه كوليرا، وعرفنا الميكانيزم باي ويتش ذا توكسين برودوسز اتس افكت. قلنا ات binds to adenylate cyclase enzymes موجود في الانتستينال وولز، بتعمل له اكتيفيشن، بينتج كميه اكبر من السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي بيمنع امتصاص بعض الالكترولايتس وبيزيد من الافراز تبع الالكترولايتس، وبالتالي بيصير في اكيوميليشن. جسم بيستشعر بهذا الكم الكبير من الالكترولايتس، بيعمل دايليوشن عن طريق انتاج كميه كبيره من الماء. ووتر دياريا از برودوسد، ووصفنا هذه الدياريا بانها رايس ووتر ستون. الان الايزوليشن والايدنتيفيكيشن اعتمدت على صفه رئيسيه للفيبريو. ما هي تلك الصفه؟ الايزوليشن اوف فيبريو كوليرا اعتمد على صفه مميزه، انها they prefer الكالاين بي اتش. وذكرنا انه في الانريتشمنت مستخدم الكالاين ببتون ووتر، وفي الايزوليشن سيلكتيف التي سي بي اس برضو كمان هو البي اتش تبعه الكالاين. وبالتالي احنا وظفنا صفه او معرفتنا لانه البكتيريا بتحب الكالاين، وظفناها في عمليه اللي هو الايزوليشن. نيجي الان للتي سي بي اس. التي سي بي اس ايش الاختصار تبعه؟ تمام. What is the typical color of vibrio cholera on TCBS? As a result of saccharose fermentation. تمام. الآن what are the tests that are used to confirm the identity of vibrio cholera? واحد. Oxidase test. قبل. 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 بلزناش الكتاليز. Oxidase. اللي صورتها قدامك هي في اللوحة. الصورة مش هنا. سترينج تيست، موتيليتي تيست بوزيتيف. وقلنا في الموتيليتي عشان احنا ما نطولش وما بنعملش اللي هو السيمي سوليد ميديا، بنعمل الهانجينج دروب. تمام مظبوط. بعدين قلنا في فحص اهم منهم كلهم وادقهم اللي هو الاجلوتينيشن وذ بوليفالنت انتي سيرم. اذا استخدمت انا الاوكسيدايز والسترينج تيست والموتيليتي كفحوصات، اذا اي منها يا شباب بطلع نيجاتيف ففيش داعي نعمل مين اللي هو البوليفالنت اجلوتينيشن، عمليه توفير فلوس في المختبر انه احنا بنعمل الاوكسيدايز. اذا طلع نيجاتيف فهي ليست فيبريو، اذا الاوكسيدايز بوزيتيف وعملنا سترينج تيست وطلعت نيجاتيف فهي ليست فيبريو، وبالتالي بستثني لحد ما اصل انه الثلاثه دول بوزيتيف، وبالتالي بعمل اللي هو البوليفالنت اجلوتينيشن تيست. كمان في الفيبريو دققنا على حاجه اسمها بايوتايبس. قلنا في عنا الالتور والكلاسيكال، ودائما ببدأ أنا بالكلاسيكال لأنه الكلاسيكال هي التقليدية والالتور هي شغلة الطارئة، يعني هي الجدة جديد. وقلنا في ثلاث كاركترستيكس لازم نعرفهم. واحد فوغاس بروسكاور، اثنين هيم أجلوتينيشن للتشيكن ريد بلاد سيل، ثلاثة بوليميكسين سنسيتيفيتي. احفظنا واحدة منهم. الكلاسيكال سنسيتيف للبوليميكسين، نيجاتيف للأجلوتينيشن، نيجاتيف للفوغاس بروسكاور. بينما الالتور العكس، بوزيتيف وريزيستنت للبولي ميكسين. بعدين رحنا على اللي هو السيروتايبنج، ولقينا انه في سيروتايبس كثيره، لكن الاو 1 هو الموست امبورتنت، وبنقدر نستخدم بولي فالنت وبنستخدم برضه مونو فالنت. وات از ذا دراج اوف تشويس فور فيبريو كوليرا؟ تترا سايكلينز، يعني اي من تترا سايكلينز، لانه التترا سايكلينز هي مجموعه تنضوي تحتها الدوكس سايكلين، المينو سايكلين، وبالتالي هذول هم الافراد المستخدمين الان. ايش في كمان معلومات ممكن نسيناها في الفيبريو؟ الانابه والاوغاوا والهيكوجيما هذول عباره عن سيرو تايبس. وقلنا انه الانابه از اجلوتينيشن اول اجلوتين اونلي وذ انتي انابه. الاوغاوا
with anti-Ogawa, بينما الهيكوجيما is agglutinated by both Inaba or anti-Inaba or anti-Ogawa. نرجع برجوع Pseudomonas. Pseudomonas and miscellaneous non-fermenters. مين بيتذكر أو بيذكرنا بالشيء المشترك في كل المجموعة؟ احنا سمينا العنوان Pseudomonas, Pseudomonas and miscellaneous non-fermenters. جرام نيجاتيف باسيلاي، وكلمة باسيلاي يا شباب بدكم تعرفوا انه احنا يعني بنقصد فيها الباسيلاي والكوكو باسيلاي، يعني الكوكو باسيلاي يعتبر ايه؟ باسيلاي، الكوكو باسيلاي يعتبر باسيلاي. لكن قلنا الشيء المشترك الاساسي انهم جرام نيجاتيف باسيلاي، رقم اثنين انهم نن لا نن فيرمنتر، والعنوان هيك بقول، هيك العنوان بقول اصلا سودوموناس and miscellaneous non-fermenter. لأنه هتشوف إنه في عندهم oxidase negative. الأسينيتوباكتر oxidase negative ومن ضمن المجموعة. فالoxidase ليس هو العامل المشترك. طيب ماذا نرغب في معرفة أو معلومات عن Pseudomonas aeruginosa بالذات؟ Pseudomonas aeruginosa قلنا عنها إنها one of the most important hospital pathogen. It is resistant by its nature. طبيعتها مقاومة. And has acquired resistant or resistance to many antibiotics. وبالتالي بتشكلنا مشكلة كبيرة في وين؟ في المستشفيات. وتسبب hard to treat infections. هذا كلام اتفقنا عليه. ولو جينا طلعنا على القائمة اللي ذكرناها في الدوسية أو في السلايدز هلاقي في قائمة طويلة من الأمراض. أبرزها قلنا wound infection و burn infection. ككومون لكن ككومبليكيشن في عندي سيبتسيميا وفي عندي مينينجايتس، هدول اخطر من مين؟ من الوند انفكشن ككومبليكيشن. وبالتالي في عندي مجموعه كبيره من الامراض اللي ممكن تسببها السودو موناس اريجينوزا. كلابراتوري تكنيشن او مايكروبيولوجيكال لابراتوري تكنيشن في عندك مجموعه من الصفات المميزه للسودو موناس اريجينوزا. رقم واحد انها اوبليجيت ايروب، تمام. It is oxidase positive. ثلاثة. It produces two types of pigments. Biocyanin اللي هي blue green pigment والثانية والبيوفيردين اللي هي اليلو fluorescent. مهم جدا نقول fluorescent head. Pigment. إذا في عندي pigments. في عندي oxidase test. في عندي odor. فاكرين الodor؟ الرائحة. Fruity. لا. هذيك ال البروتياس. هذه فروتي اودر او جريب لايك اودر، يعني اما رائحه فواكه بنسميها او رائحه اللي هي العنب، لكن لا الرائحه ولا اللون صفه احنا بنقدر نقيسها قياس. وبالتالي احنا بنعتمد على صفات اخرى، اهمها قلنا الاوكسيدايز تيست واذر كربوهيدرات اوكسيدايز كربوهيدرات وسيتريت ويورياز وبعض الصفات الاخرى. طبعا التريبل شوجر ايرون اجاره تبعها هيكون كي على كي على كي، لان كل النون فيرمنتر لازم يكونوا كي على كي. انتهينا من القصه هذه، يعني ما فيش داعي انه نقعد نفصل فيهم. تذكر بس انها نون فيرمنتر البكتيريا ويقول كي على كي. اذا كانت فيرمنتر بدك الان تفكر هل هي لاكتوز وسكروز ولا بس جلوكوز بالضبط. اما انترو بكتيرياسي على الاقل الجزء السفلي لازم يكون اي، ربما يكون الجزء العلوي كي او اي، لكن الجزء السفلي لازم يكون. طيب سودوموناس ايريجينوزا هل في عندنا مشاكل في عزلها؟ يعني بدها سيلكتيف ميديا مثلا؟ يعني ممكن تنمو على بلاد اجار وعلى نوترنت اجار وعلى المكونكي وعلى نعم ممكن تعمل هيموليسيز على البلاد اجار. طيب باختصار كيف لك ان تقول ان هذه البكتيريا اللي امامك الان سودوموناس ايريجينوزا؟ ابدا من الاخر. انا جبت لك بكتيريا وبقول لك سودوموناس اريجينوزا، بيقول لي انت كيف عرفت انها سودوموناس اريجينوزا؟ بدك تقول لي الصفه تبعتها صح ولا لا؟ قول. واحد يلا هيساعدك اوكسيدايز، تمام. جلوكوز نان فيرمنتر، البكتيريا جلوكوز نان فيرمنتر خلاص اوكسيد وكاتاليز بوزيتيف، هذه برضه من الصفات الجيده. لكن خدوا بالكم من شغله، اطلعوا على التابل اللي امامكم في
لا 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 او الخواص مش تيبل عفوا خواص بتاعت سنومونس، هتلاقوا انه برضه سيتريت بوزيتيف ويورياز بوزيتيف تمام، والكي والتريبل شوكر ارن كي على كي. اذا في عندي مجموعه من الصفات اللي من خلالها بنقدر نتكلم عن سودوموناس اريجينوس. طيب شكرا. في عندي السودوموناس سودومالي، ايش سميناها؟ اسم ثاني بورخولديريا سودومالي وبورخولديريا مالي. مطلوب مننا نعرف هما كل الفقر عليهم قديش، كلمتين صغار الديزيز من لاي دوسز، والثانيه جلاندر تمام، وبعض الصفات البسيطه عنهم. الاكروموباكتر قلنا لكم تحول اسمها من اكروموباكتر زيلوز اوكسيدانس الى الكالوجينز دينيتريفيكانس، ومن صفاتها انها اكروموباكتر يعني كلر اسمها بلاش، ما بتنتجش باي نوع من البيجمنت. والالكالوجينز كان في جدول، طلع الجدول في الكالوجينز كم سبيسي فيه، الكالوجينز دينيتريفيكانس، الكالوجينز اودورانس، والكالوجينز فيكاليس، صح ولا لا؟ ماشي. الكالوجينز فيكاليس والكالوجينز اودورانس والكالوجينز دينيتريفيكانس، اطلعوا لي على اللي هو الدينيتريفيكانس والاودورانس. الاودورانس بايش تميز؟ الوحيده اللي فيها اودر، فروتي اودر، يعني شبهها مع مين هذه بتكون؟ مع السودو مونس. لكن في كمان صفة تانية، its ability to grow in 6.5 sodium chloride، برضو هي بوزيتيف. هذا الكلام ما ذكرنا لمين؟ لسودوموناس ايريجينوزا. إذا التابل هذا اللي قدامكم بميز لنا بين 3 species of اللي هو الكالوجينز. واضح واضح إنه لازم نبقى عارفين هذه الصفات تبعتنا عشان نقدر نميزهم عن بعضهم البعض. إيش في بعد الكالوجينز؟ لا في الأسينيتوباكتر نسيناها، ما حكيناش عن الأسينيتوباكتر. طيب صحيح الأسينيتوباكتر، الأسينيتوباكتر درسنا عنها معلومة يا شباب إذا تذكروا، اللي إنها بتعمل ميميك للأبيرانس أوف نيسير، هي جرام نيجاتيف بس الله، لكن sometimes can assume the appearance of جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، وبالتالي could be confused، يعني ممكن بالضبط. فاذا اذا اذا الشكل اذا الشكل او حالي انها جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي، وانا لا استطيع معرفه ما اذا كانت هي تقلد او هي حقيقيه، فالحل الوحيد امامي هنا في هذه الحاله ان نعمل اوكسيدايز بالضبط، اوكسيدايز تيست، ان نيسيريا بتكون بوزيتيف بينما الاسينيتوباكتر بتكون نيجاتيف. اذكركم بالمعلومات اللي حكيناها مع الاسينيتوباكتر، او اذا ما حكيناش على الاسينيتوباكتر، إنه هذه البكتيريا كانت في السابق من البكتيريا المهملة، بمعنى إنه لا يلقى لها بالا كثيرا، كانت تعامل زيها زي أي أذر نون فيرمنتر، لكن ظهر إنه في الوقت الحديث إنه هذه البكتيريا لها المقدرة العالية جدا 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 على تكوين أنتي ميكروبيال ريزيستنس، وبالتالي أصبح صيتها شائع، لها أهمية كبرى، تسبب فيتال انفكشنز. وانا بعرف حاله حكيت لكم يمكن عنها في مستشفى الشفاء، عزلت من يعني شاب في مقتبل العمر من جرح، وبعد ذلك بشهر او اقل عزلت من الدم تبعه، وبعد ذلك عزلت ايضا من السي اس اف، ومات المريض من مينينجايتس بسبب مولتيبل دراج ريزيستنت اسينيتو باكتر. اذا كمان مره هذا المثال بياكد لنا على انه البكتيريا بتكتسب اهميه اكبر عندما يكون لديها المقدره على تكوين ريزيستنس عالي. نرجع برجوله الانتيروباكترياسي، المجموعه الاضخم على الاطلاق. الانتيروباكترياسي احنا انتهينا اظني باليرسينيا. اليرسينيا كان في 3 سبيسيز، اليرسينيا بيستس ويرسينيا انتيروكوليتيكا ويرسينيا سودوتوبركلوس. انا ارجو انكم تفصلوهم عن بعض تماما، يعني حتى في تفكيرنا انه لما نتكلم عن يرسينيا بيستس ما نتكلم عن اليرسينيا بشكل عام، اليرسينيا بيستس لحال والتنتين هذول اكيد لحال. ليش التنتين هذول لحال؟ لا، هم بسببوا انتستينال تراكت انفكشن، وبالتالي بسموهم انتريك باثوجين، انتريك باثوجين. بينما اليرسينيا بيستس بتسبب اللي هو الطاعون البليغ تمام. البليغ قلنا 3 اشكال، بابونيك سيبتسيميك ونيومونيك. البابونيك بليغ is transmitted through the bite of rat flea. Bite of rat flea اللي هي البراغيث اللي بتصيب الجرذان. ممكن بعض الأحيان تاخذ تنقل من أو تاخذ وجبة غذائية
من الجرذ المصاب ثم تأخذ وجبة غذائية من الإنسان وبالتالي تنقل له اليرسينيا بيستس. من أهم الصفات لهذه البكتيريا its ability to intracellularly survive، يعني عندها طبعا البعض لما بقول intracellular على طول بقول لك يعني زي الفيروسات، ما احنا حكينا لكم قبل هيك معلومة مهمة، قلنا لكم في نوعين من الانتراسيلر اكزيستنس اوبليجيت وفاكولتيتيف. الريكيتسيا والكلاميديا مثال على الاوبليجيت، على اوبليجيت انتراسيلر، بينما اليرسينيا والشيجيلا والسالمونيلا امثلة على مين؟ على الفاكولتيتيف، تستطيع معيشة حرة ومعيشة داخل الجسم. الان الليمف نود المحيطة بيصير لها انفيجن، البكتيريا بتحاول الماكروفاج بتحاول تلتقم البكتيريا، البكتيريا اوكي بتصير جوا لكن بتتكاثر، فبصير في عندي انفلاميشن في الليمف نود نفسها بتنتفخ، بنسمي المكان البوبو. اذا لم يموت المريض في هذه المرحله فهيتطور الى سيبتسيميك، ان ما ماتش هيتطور ايفنتشوال نيومونيك، وقلنا بالنيومونيك بصير في انتقال من هيومن تو هيومن. اذا انسان اخذ من انسان فبيكون عبر الريسبيراتوري تراك، لكن اذا انسان اخذ من حيوان بيكون عبر اللي هو البايت تبعت الرات فلي. طيب اليرسينيا بيستس كان اسمها باستوريلا بيستس، فاكرين؟ والباستوريلا ظلت باستوريلا، في باستوريلا مولتو سيدا لليوم موجوده ومشهوره، حندرسها لاحقا ان شاء الله. فالان وجه الشبه اللي كان بين اليرسينيا والباستوريلا ما زال موجود، الشكل انه تنتين كوكو باسلاي، التنتين بايبولار ستين، التنتين بيعطوني سيفتي بين ابيرانس بالوايسون ستين، فاكرين الوايسون ستين بايبولار ستينينج. نعم، الان كيف لنا ان نميز اليرسينيا بشكل عام عن الباستوريلا؟ بدنا ناخذ الثلاث عناصر الرئيسيه. اول حاجه بدكم تتذكروا انه كل الصفات المشتركه للانتيروباكترياسي هي موجوده في مين؟ في اليرسينيا، يعني منها اوكسيديز واوكسيديز نيجاتيف وجلوكوز فيرمنتر وفاكولتيف انا ايروب وريديوسز نيتريت تو نيترايت. وش الخمسه؟ لا جلوكوز فيرمنتر ما حكيناش، جلوكوز فيرمنتر ما حكيناش هالخمسه. الان نيجي للباستوريلا، الباستوريلا اوكسيديز بوزيتيف، هذا اول حاجه الاوكسيديز بوزيتيف. هل بتخمر الجلوكوز؟ اعتقد انها بتخمر الجلوكوز، لكن يعني بتتشابه مع مين؟ مع اليرسينيا. بس وين الاختلاف؟ they cannot grow at room temperature، اليرسينيا can grow at room temperature. they cannot grow on maconki، الباستوريلا يرسينيا can. اذا في عندي ثلاث صفات رئيسية مهمين جدا، الاوكسيديز والروم تمبرتشر جروث، المكونكي والنوترينت أجار ما فيش فيهم جروث، بينما في اليرسينيا كان جروث. طيب how to identify يرسينيا in general؟ لا اليرسينيا in general بقدر أقول فيها يورياز؟ البستس بقدر، لكن أنا بقول in general بدي أتكلم عن صفتين رئيسيتين، إنها إنتيرو بكترياس وإنها كوكو باسيلاي، هي الأساس في اليرسينيا بميزها عن باقي أنواع الإنتيرو بكترياسي، إنها كوكو باسيلاي وبايبولارلي ستين. لكن إذا بدي أميز اليرسينيا بيستس عن أخواتها الإنتيرو كوليتيكا وسودو توبركلوسس بتكلم عن مين؟ عن اليورياز، هي يورياز نيجاتيف وهم يورياز. طب واحدة واحدة عشان بس نوصل الأفكار، قلنا يورياز نيجاتيف وهم يورياز بوزيتيف. بالنسبه للموتيليتي 22 لاول مره اتكلم عن 22 ديجري سنتيجريد في الموتيليتي، قلنا كلهم على 37 نون موتايل، لكن على 22 في عندي اليرسينيا بيستس نون موتايل، بينما الانتيروكوليتيكا والثانيه سودو توبركلوز تنتين موتايل. اذا هذول التنتين ميزناهم عن على جهه وحط وعن عن البيستس على جهه. كيف بدنا نميز تنتين عن بعض؟ وإيش كمان؟ سوربيتول. يبقى هذول الاثنين بدنا بنستخدمهم للتمييز بين الانتيروكوليتيكا والسودو توبركلوسيس. إيش التريتمنت صحيح لليرسينيا قلنا؟
الدراج اوف تشويس لكن تترا سايكلين. تترا سايكلين يستخدم مع الجولد انريتشمنت. كولد انريتشمنت، كولد كولد البروده. تمام. الكولد انريتشمنت تكنيك استخدمناها للسينيا انتيروكوليتيكا ويرسينيا سيتوبركلوز، وهذه كمان كويس انك ذكرتنا فيها لانه ما تكلمنا عن الايزوليشن للتنتين، وده من ستول، وده من ستول يبقى لازم بالفعل بدهم انريتشمنت وبدهم سيلكتيف ميديا. بس ات 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 4 تو 8 ديجري سنتيجريد. ده من 7 ايام بس هي اكثر، ممكن تاخذ اكثر من 7 ايام كمان بالضبط. فهذا هذا يعني الميزه انه الاذر بكتيريا والجراجولي، كلمه جراجولي بالتدريج، ما هناك الموت مش بيكونش فجائي، وبالتالي بتحتاج عشانك بتحتاج وقت طويل. بينما اليرسينيا انتيروكوليتيكا has the ability to grow and to survive and even to grow at this temperature. طيب اللي قبل اليرسينيا كان فينا الشيجيلا والسالمونيلا. الشيجيلا من ميزاتها انه عدد البكتيريا اللي فيها او الاسماء قليل. يرسينيا عفوا شيجيلا ديزنتيريا، شيجيلا فليكسنيري، شيجيلا فويدي، اند شيجيلا سوناي. هذول الاربعه كلهم بسببوا ديزنتري، لكن الموست كومون اللي بيعمل اكسبلوسيف ايبيديميكس اللي هو ديزنتيريا الاولاني. واسم ديزنتيريا او ديزنتري مأخوذ من الكاركترستكس اللي قلنا عنها الأربعة اللي بنشوفها في الستول. دياريا، دياريا فيها ميوكاس، فيها إبيثيليال سيلز، فيها بلد، وفيها بس. وعرفنا من وين أجوا الأربعة، أذكركم فيهم. عندي أنا الشيجيلا بتعمل إنفيجن للإنتستينال وول، بتعمل لكن ما بتنجحش إنها تدخل للدم، تصل للدم، فبضلها في الانتستينال وول. It produces توكسين. التوكسين هذا بيعمل عملية كيلينج للخلايا اللي هي الهيومان الافكتد سيلز through protein synthesis inhibition. بيرتبط بال 20S fragment اللي موجودة في ال 50S ribosomal subunit، وبيمنع عملية تكوين البروتين، تكوين البروتين synthesis. عدم تكوين البروتين على الخلية بيحكم عليها بالإعدام، لانه قلنا لكم الانزيمز اللي بتقوم بالانشطه المهمه في الخليه هي في الغالب، هي في الغالب البروتينات، وبالتالي كثير من البروتينات بيحتاجها. والجسم بيعطي لكل مركب من المركبات هاف لايف، نصف العمر، بعد ما بتكون وبيقوم بوظيفته لفتره معينه بتفكفك وبتكون من جديد، حتى نضمن انه عمال شباب اللي بيشتغلوا، عاملين شباب. فلما تتفكك الانزيمات ومفيش بديل بدالها، خلاص الخليه ايش بصير فيها؟ بتموت. اذا ماتت الخلايا التحلل بيكون ممكن يكون بطيء، فبنصير بنلاقي انه اجزاء كامله من الخلايا بتقع مع بعضها بتموت، زي جبال الجليديه بتنهار، اجزاء منها، فبصير سلافينج عليها ميوكاس. فالان في الستول صار في عندي ابييرانس للابيثيليال سيلز ولمين ولميوكاس. الخلايا هذه تذكروا مين هي؟ هي المسؤوله عن الامتصاص، هي المسؤوله عن الامتصاص، وبالتالي ما فيش امتصاص، يبقى حيصير في عندي accumulation، صح ولا لا؟ اذا صار عندي accumulation يا شباب لا الالكترولايتس، برضو الجسم حيفرز اللي هو الليكويد، وبالتالي يصير عندنا دياريا. طيب المناطق اللي تعرضت هذه من الخلايا مش وراها كابيلاريز؟ الكابيلاريز مش خلايا برضو؟ برضو الكابيلاريز ممكن يصير فيها رابتشر نتيجة موت الخلايا المبطنة او الاندوثيليال سيلز، فبينزل دم. الان في عندي نزف، في عندي ulceration من نتيجة الموت للخلايا، الوايت بلاد سيل بتستدعى للمكان، بصير معركة بينها، فبطلع عندها البص. هاي الشيجيلا وهي الشيجيلوسيس أو الديزنتري، وكيف نشأت عن التوكسين تبع الشيجيلا. أجمل ما في الشيجيلا بالنسبة لكم أنتو في كطلاب أو عاملين في مجال الميكروبيولوجي، إنه لن تعزلوها إلا من الستول في الهيومن أو من عينات environmental زي السويج او المية او الاما او الفواكه او الخضروات، لكن من الانسان rarely has been isolated from other sources than stool. هذه نقطة كتير مهمة. الان بالنسبة للisolation والidentification، it is isolated in a similar way او in exact way as salmonella. عشان هيك قلنا التقنية اللي رسمناها على السبورة قلنا salmonella shigella isolation، مش السلمونيلا لحال والشيجيلا لحال. حتى الوسط الزراعي اللي استخدمناه
قلنا سلمونيلا شيجيلا أجار. حتى الإكس إل دي اللي ملوش اسم يستخدم لمين؟ يستخدم لكلاهما. طيب ما دام بيستخدم لكلاهما بضل عندنا نقطة مين الآن؟ نقطة التعرف على البكتيريا أو تمييزها عن السلمونيلا وعن الأخريات. أول حاجة هي إنتيروباكترياسي. ولما أقول إنتيروباكترياسي كمان مرة بنسترجع في دماغي الخمس معلومات اللي أنا ذكرتهم قبل قليل ومرارا وتكرارا حكينا عنهم. لكن في إضافة it is non-lactose fermenter. يبقى أحد سماتها على الأوساط السيلكتيف اللي أنتوا استخدمتوها إنها لازم تكون non-lactose fermenter. طب ما هي السلمونيلا non-lactose والبروتياس كمان non-lactose. فكيف نميز السلمونيلا والشيجيلا عن باقي هذه المخلوقات؟ بفحص اليورييز. كل المخلوقات الاخرى النانلاكتوز فيرمنتر يورييز اللي زي البروتياس بوزيتيف ما عدا السلمونيلا والشيجيلا دي ار يورييز نيجاتيف. طيب ميزناهم عن بعض على جهه وصاروا الان يورييز نيجاتيف يعني يا سلمونيلا يا شيجيلا. وات از او وات ار وات ار عشان احسن الار دايما احنا قلنا الاز بيكون سنجل كاركتر لكن الار اكثر من كاركتر. وات ار ذا كاركترستكس ذات ار يوز تو ديفرنشيت سلمونيلا اند شيجيلا؟ H2S and motility. تذكر الموتيليتي تذكر الموتيليتي بولروم وجالينارم في السلمونيلا نان موتاي. عشان هيك احنا قلنا use more than one test to identify the bacteria. بالنسبه للتريبل شوجر ايرون اجار تبع السلمونيلا ايش توقع يكون؟ شيجيلا كي على اي بدون بوزيتيف. وهذه نقطه كمان برضو يجب ان تأخذ بعين الاعتبار. الشيجيلا الايزوليشن الايدنتيفيكيشن تبعها قلنا يعني اكزاكتلي ذا سيم اس سالمونيلا لكن بنستخدم هذه الفحوصات للتفريق ما بينهم. طب ممكن اللون الفرد عامل بلاك لانه بتنتج H2S. اما انت بتقول لي لون المستعمره، لون المستعمره كلرليس وذ بلاك سنتر وذ بلاك سنتر. بنقولش عنها بلاك كولونيز، بنقول عنها colorless with black center. وهذا نقطة مهمة. black center مؤشر على H2S، مؤشر على انه H2S. ما البروتيس تنتج نفس المستعمرة بس يعني حتى في الـ انا بحبش اتكلم بموضوع انه خبرة ومش خبرة. كمية الـ H2S المنتجة من البروتيس غالبا اعلى من المنتجة من وين؟ من السلمونيلا. فبتلاقي دايما مستعمرات البروتيس غالبا totally black، كلها سوداء، يعني حتى الحواف تبعتها مش مبينه انها كلرلس، بينما السلمونيلا بتكون انتاجها غالبا اقل، فبيكون بالفعل مستعمره كلرلس والبلاك تبع والسنتر تبعها بيكون بلاك. في كان مجموعه تفرقه بين السلمونيلا تايفي والشيجيلا ديزنتيري اظني في جدول ولا لا؟ جدول. اعطينا بس العناصر اللي نتذكرهم مع بعض. الاميونيتي للشيجيلا قديش؟ شورت. السلمونيلا از لاستنج اكثر من اللي هو ايش الاخيره؟ الميتابولايت. هنا السلمونيلا غالبا معتمده على الاندوتوكسين في الغالب على الاندوتوكسين، لكن الشيجيلا كان بروديوسز اللي هو بالاضافه للاندوتوكسين في عندها الانتيروتوكسين او الاكزوتوكسين اللي احنا حكينا عنه قبل قليل. نرجع برجولة السلمونيلا. السلمونيلا كان احد الاشياء اللي اتضايقنا منها في دراستها. احنا مع العلم ان احنا اعطيناكم اسماء عدد قليل بس، لكن مجرد معرفه انه في 2500 سيرو تايب من السلمونيلا بيشعرك بالضيق وبيعرفك انه انت يعني عشان انت تقدر تتعرف على السلمونيلا محتاج الى انك تخزن مجموعه كبيره من الانتي سيرا، وهذا قلنا عنه فيري اكسبنسيف لمختبرات عاديه، وبالتالي معظم المختبرات العاديه لا تقوم بهذه المهمه وانما تتركها لمين؟ تتركها لما يسمى بالريفرنس لابراتوريز. لكن لا باس انه نمر على السلمونيلا مرور سريع. قلنا السلمونيلا تايفي والبارا تايفي اي وبي وسي وانترادايدس وسلمونيلا بولروم وسلمونيلا جالينارم وسلمونيلا كوليرا سويس. ايش كمان في سلمونيلا نسيناها؟ لا حكينا انتردايدس.
تايفيموريوم. تايفيموريوم. إذن several species of salmonella. قلنا أكثر two species بهمونا التايفي والباراتايفي. وكانوا لحد فترة قريبة، أقصد فترة قريبة يعني 50 سنة أو 60 سنة، من أهم الباثوجينز على وجه الأرض، لأنهم يعني بيسببوا نسبة وفيات لا بأس بها، وهم مؤشر على يعني البور سانيتاري كونديشنز. حتى في البلدان أوروبا كانت التايفي تسبب مشكلة كبيرة، لكن مع تطور نظم الصرف الصحي في تلك البلدان أصبحت لا تشكل أي خطورة تذكر تقريبا. والخطورة اللي أكثر غالبا في البلدان الفقيرة زي أفريقيا وبلدان العالم الثالث، وخاصة عندما يكون هناك يعني هجرة، حروب، طوفان زي التسونامي اللي صار في، إذا تذكروا في أندونيسيا ولا ماليزيا، أندونيسيا أعتقد، أندونيسيا نعم، وين في فقر، وين في poor sanitary conditions، وين في حروب، وين في هجرة، وين في تجمعات سكانية غير قادرة على تنظيم أنفسها، غالبا تحدث هذه الأمراض زي الشيجيلوسيز والسالمونيلوسيز والفيبريو كوليرا. وأنا قلت لكم يمكن قبل هيك أنه تبعوا الأخبار دائما وأبدا، هتسمعوا بعد أي كارثة طبيعية سواء حربية أو حرب أو كارثة طبيعية، هتلاقوا انه في مخاوف تطلقها منظمة الصحة العالمية من انتشار اوبئة من هذا النوع. لكن سالمونيلا تايفي وباراتايفي يبقيان من الميكروبات الخطيرة. واذكركم بالسالمونيلا بشكل عام، جملة حكيت لكم اياها بدنا نعيدها للأذهان. The presence of any serotype of salmonella in food render that food unfit for human consumption. دلالة على إنه السلمونيلا يجب أن تكون يعني في المصانع أو في أي منتج غذائي يجب أن يكون خالي من السلمونيلا، وبالتالي فيه اهتمام كبير في هذا الموضوع في العالم كله. لكن أنا ركزت على السلمونيلا تايفي وبارا تايفي أكثر، وقلت لكم القصة تبعتهم كيف بتم عملية اللي هو الانفكشن. قلنا جاسترو انتستينال تراكت انفكشن. Gastrointestinal tract infection يعني fecal oral، أخذنا الميكروب مع الماء أو الغذاء، مات جزء منه في الاستومك لأنه الاستومك أسد بيقتل البكتيريا، لكن جزء آخر حمي من الموت بواسطة الغذاء اللي موجود في المعدة، واستطاع أنه يصل لمين؟ للإنتستين. Salmonella will penetrate أو part of the salmonella will penetrate the intestinal wall. They will be checked by the lymph node. They can have or they have the ability to intracellularly exist and survive and multiply. They will reach the blood. في البلد بتوزع على كل الجسم، وفي كل الجسم ممكن يعني يصلوا لمناطق متنوعة ومختلفة، والمناطق المختلفة اللي هي reticular endothelial system بحبوا وين في ماكروفاج، وين في ماكروفاج عشان تلتقمهم الماكروفاج ويتكاثروا جوا الماكروفاج. ليش التكاثر جوا الماكروفاج ميزة؟ بيبعدهم عن جهاز المناعة الآخر، عن الأنتيبيوتكس، بيبعدهم عن، حتى لو أنا أخذت أنتيبيوتكس، الأنتيبيوتكس مش هتصل الماكروفاج زي ما بتصل البكتيريا لما تكون في الدم غير محمية، ففي نوع من الحماية، فبتتكاثر وبتنتشر في الدم بكميات كبيرة، وهنا تبدأ الأعراض. بيبدأ الجسم بعدها يكون أجسام مضادة، بصير لها كليرانس من الدم في الغالب، وانت بتعرفوا أنه الجسم بيكون IgM، والIgM هو عبارة عن بنتمر، خمس أنتيبوديز، وكل أنتيبودي فيه اثنين، يبقى هو بيحتوي على 10 أنتيجين بايندينج سايت، فبيعتبروا في المعركة الحربية الدبابة هي اللي بتدخل المناطق الواسعة وبتمشط يعني أكبر، تقتل أكبر قدر ممكن من الجنود، لكن لا يستطيع الدبابة أنها تحتل المخيم. عارفين ليش؟ لأنه لازم في شوارع ضيقة اللي هي الكابيلاريز، فبيبعتوا الجنود هناك، فالاي جي جي بمثابة الجندي والاي جي ام بمثابة الدبابة، وبالتالي بصير في عندي كليرانس من الدم في فترة وجيزة، لكن تبقى البكتيريا وين؟ في الستول، ويبقى هذا الانسان مؤهل انه يصاب او يصير انفيجن مرة تانية، او انه ينقل الميكروب للاخرين عن طريق اللي هو الاكسكريشن مع الستول. لذلك لما حكينا القصة احنا هذه قلنا
القصة حكيناها أو قصة الباثوجينيسيس هذه حكيناها عشان نعرف أنه أفضل عينة. أي أفضل عينة؟ لما قلنا البلد كلتشر في العشر أيام الأولى من الإنفكشن هي الأفضل أو الأسبوع الأول. وبعدين تكلمنا عن اليورين وتكلمنا عن الستول، والستول قلنا عنها للفالو أب أفضل عينة للفالو أب. يعني ما بنوقفش علاج المريض تمام إلا بعد ما يطلع عنده الستول كلتشر نيجاتيف. بمعنى أنا شخصت واحد سلمونيلا تايفي أو بارا تايفي، مش معني بس بعلاجه، قلنا معني بعلاجه كمان إيه؟ عملية اللي هو التخلص من البكتيريا وضمان عدم تحوله إلى كارير. هذه كمان كانت نقطة مهمة. اتكلمنا أيضا في السلمونيلا على تايب 3 سكريشن سيستم أو سكريتوري سيستم، اللي هو بيحفز النون فاجوسايتك سيلز إنها تعملها فاجوسايت. وهذا الكلام على فكرة مورد برضو في الشيجيلا، مورد في الإيه الإشريشيا كلها، بس احنا يمكن ركزنا عليه في اللي هو السلمونيلا. هو نفس المصطلح موليكولار سيرنجز، هو نفسه التايب 3 سيكريتوري سيستم. تحدثنا ايضا عن السلمونيلا، قلنا انه الدراج اوف تشويس ايش كان فيها هنا؟ الكلورامفينيكول. والكلورامفينيكول وقفنا عنه لانه قلنا تم معرفه او تم اكتشاف انه له سايد افكت اللي هي منها بون مارو ديبريشن، فاستبدلناه بالسيبرو فلوكساسين. نيفروتيفويد هذا قلنا عنه كونديشن ليس له علاقه بالسلمونيلا مباشره، وانما بالانتيجين انتي بودي كومبلكسز اللي ناتجه عن الفراجمنتيشن اوف سلمونيلا اللي بيصير لها بريسيبيتيشن في اللي هو الكيدني، وبالتالي بيصير في عندنا، يعني بمعنى اخر عنده نيفروتيفويد لكن لو عملنا له كلتشر من اليورين بنلاقيها نيجاتيف، فيش عنده بكتيريا، ولانه السبب ما كانش ناتج عن البكتيريا اتسلف، وانما كان عن اللي هو عن ايش؟ عن الانتيجين انتي بودي كومبلكسز. الاوستيومايلايتس لا، هذه عباره عن انفكشن مباشره للمسلز عشان هيك قلنا احد العينات اللي ممكن ناخذها في السلمونيلا هو البون مارو سامبل، بون مارو سامبل. طيب انا تقريبا الوقت يمكن انتهى وقت المحاضره، اذا حاب حدا يسال اي سؤال. السلمونيلا اف هذا على الايزوليشن تبع السلمونيلا مظبوط، هو للايزوليشن اللي قلنا عنه اللي هو الانريتشمنت ميديا، وحكينا عنه انه في فكره ذكيه جدا انه احنا حطينا فيه لاكتوز وحطينا فيه سيلينيس اسيد. السيلينيس اسيد قاتل للبكتيريا، واللاكتوز بينشط البكتيريا اللي هي لاكتوز فيرمنتر، فلما تتغذى اللاكتوز فيرمنتنج بكتيريا على اللاكتوز بتنشط مظبوط وبتتكاثر، فالسيلينيس اسيد بيقتلها وبيبقي مين؟ النون لاكتوز فيرمنتر. هذه كانت الفكره فيه. كمان معنا وقت لسؤال او سؤالين. طيب يعطيكم العافيه ان شاء الله، بالتوفيق باذن الله.